يعدوك يديروا الدود راه حرقني، ما يحرقك لا والو، ديما يكون عندك التلفاز كتشدي الدون هكا وكتجي بيه هذه. انا كنخدم في النحاس لان النحاس كيحيد كسميته وكتقري عليه ما جئتم به السحر فان الله سيبطل. والطرف غير من الفن، ها شوف خاصه يهودها، ها ما تطرطق عليا لا والو، فهمتي؟ ساهله ماهله. وحده قالت لك راه قال لنا الفقيه الفقهاء قالت لك قال لنا لدن حرام، وراه هما ولاد الحرام سجدهم، هما كيسحروا بالقران بكلام الله وحنا كنحيدوه غير باللدون. يعني واش الضره كتبغي اختها؟ والله ضرتها لا ما كتبغيهاش، لان حنا نحلوه باللدون وهذا الماء كنرميوه على شجره ولا على عشب باش ربي يفاجئها عليكم. الا ما عندكم فين ترميوه ما تقراو عليه لا قران لا والو، هذا الفرق بيننا وبين الفقهاء. والله ينصر سيدنا. تلقوا لنا الفقهاء الدن حرام، وراهم هما بحياته حرام، هما كيبيعوا كلام الله وكيديروا الكشف، والكشف حرام في الدين، ولكن حنايا ما كنديروا حتى شي حاجه في الدن. قبل الاسلام كانوا يديروا الدن، الاسلام اخر دين، لكن كانوا الرومان والفرعون واللاتينوس كانوا يديروا الدون. هما جاتهم السحر ما يطرطق عليك لا والو. اللي قالت لك وحده راه كيحرقني، انت هما كيديروا شي وحدين كيحشوا الكاسرونه بها بالدون، هذاك كيطرطقوا الكاسرونه، هذاك خاطئ ما كاينش كاع. لكن اختي في هاد الدنيا والدين شكون اللي كتبغي ضرتها؟ حنا اللي كيديروه الفقهاء وصحاب الكشف كيسحروه، حنا كنحيوها، فهمتي؟ تخلطت اليوم القحام ولاو شوافات والزو. قالت لك العدو ورينا كي نديروا الدون وصوالح الورات. ياك حمادي خلصي لي حبي الطياره ونجي نشعل لك النار. ها النار عبد النار، الدون وتشعلي النار. هنا عندي الصفيحه ديال الحصان وديال الحمر وديال البغال يا رزقكم، وهنا عندي السوارت ديال الورات، وهنا كنقلع في النحاس وخاص ديما يكون عندك القاب وتوفاز باش ما تحركش يدك ودوك الطفيرات الزوينين. وهنا النحاس كيقلع جميع الامراض، وها صوالح الورات هنايا، وشتي هنايا الاعشاب، وشوفي الصالون كي داير فيه كنخدم بحال الدكاتره، وغادي نحل لك تاني كيما يعني وتشوفي كي دايره. شتي كلشي مبرع حبي، ها شوف كلشي، لان ما كيحملوناش الروقات وصحاب الكشف والشواب، لان داك السحور اللي كيديروه بالجداول حنا كنحلوه باللدون، يعني شي ما يحمل شي حتى المولشي. والله ينصر سيدنا، واللي بغات راه لاباج تما وتما الرابط والتليفون. قالت لك العدو ورينا صوالح الوارد، ها شوفي اللقاط وتكون دايره في النار، دوك انا هاني داير السوارت هنايا فهمتي، صوالح الوارد او تفرقي رجليك ويكون عندك ديما النحاس. ها بسم الله، ها شوفي انا هادو راني هزيتهم كاملين هاهم. بسم الله اللهم اجد به السحر فان الله سيبطل فان الله سيبطل، لان اللي كيديروه الفقهاء والرقاه حنا كنقلعوه وصحاب الكشف كيقول لك حرام. علاش هما كيديروا الكشف وعارفين الكشف حرام وعارفين بيع كلام الله حرام؟ لان هما اللي كيسحروه، هما الكشف عارفينه باللي حرام، علم الغيب ما يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى، لكن هما كيسحروا بكلام الله، حنا كنقلعوه بالحديد. وهذه من جد لجد تفعل الرسول الكريم ولده، يعني لا زواق لا نفاق. واش الضره كتبغي ضرتها؟ ما عمرها تبغي.